مشاهدينا الكرام، جاتني سؤال من فادية تسأل بيتر شلون بنسموا السلة اللي قدام البيت أو ورا البيت اللي ما نحط الزبالة فيه، وأنا هلأ كبيت الزبالة وهلأ منشوف. يعني أولا في هذا الشيء على دولابين هنا، هاي بنسموا تونة، يعني جلاس تونة أو بيو تونة، ليكو بيو تونة مكتوب عليه هنا عنا بيو جوت، يعني جوت مثل المادة، مادة البيولوجية، يعني هيك مادة بيولوجية. و بس الكبير، الكبير بنسموه، يعني أنا كبيت زبالة هون في الكبير، هاوس ميل، خليط، يعني في كل شيء بنكب شو ما كان، بس مو بيو طبعا. هذا اسمه دير كونتينر، كلمة إنجليزية دير كونتينر، إيه كونتينر للزبالة العادية. في ورائي كمان هنا ده باب كونتينر، يعني بابي اون بابا، هاي للورق وللكرتونات الى اخره. وفي كمان طبعا دي جلبة تونة للبلاستيك مثلا، اكيد بتعرفوا دي جلبة تونة، بس كونتينر نظريا، بس بنقول كمان تونة، بس هاي مو تونة، هاي كونتينر، بس الكلمة دي جلبة تونة بنقول كتير. نعم، يعني الكبير اسمه ده كونتينر، والصغير او السلة الصغيرة بنقول دي تونة. نعم، وشكرا كثير لهذا السؤال يا فادية، وبستمنى يستمع. تشوز.